بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع من برنامجنا من المنصة إلى الفصل الدراسي مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. في هذا الجزء سنتحدث بإذن الله عن استراتيجيات داعمة للانتقال السلس، كيف يمكن لنا مساعدة أبنائنا الطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه للانتقال السلس من المنصة، والتحديات التي تحدثنا عنها في القسم الثالث إلى الفصل الدراسي والحلول الممكنة والاستراتيجيات الداعمة للانتقال السلس بطريقة تساعدهم بمشيئة الله للمرور بهذه الفترة بكل بساطة ويسر. أول هذه الاستراتيجيات مسألة تنظيم الدواء. إذا كان الأطفال أو من منهم سبق أن استخدم الأدوية المساندة مثل الاستراتيرا أو الكونسيرتا أو الريتالين أو غيره، فبالتأكيد أنه خلال فترة الانقطاع الطويلة قد انقطع عن هذا الدواء أو غير برنامجه في إن كانت الجرعة أو التوقيت أو الدواء أو غيره أو غيره. كل هذه الأمور يمكن البدء فورا حتى يجهز الطفل جسديا بإعادة هيكلة وضبط هذه الأدوية المساندة من الآن وإلى أن تبدأ الدراسة بشكلها التقليدي في الفصول الدراسية. يجب الاهتمام بإعادة جدولة هذه الأدوية بحيث تؤخذ في الفترة الصباحية، بحيث تؤخذ بجرعات منتظمة، بحيث نترك أو نفقد الأثر السلبي لها وخاصة في فترات الانقطاع الطويل. مسألة الدواء لن نتحدث عنها اليوم بكثير من التفصيل، ولكن من المهم أن يعلم الجميع أن هذه الأدوية يجب ألا توصف ولا تؤخذ ولا تستخدم إلا من خلال استشاريين متخصصين موثوقين بعد أخذ الرأي فريق العمل المتكامل الذي يتعامل مع الطفل، إن كانوا أخصائيين سلوكيين أو بعض الأخصائيين النفسيين أو حتى معلمي الصف أو معلمي التربية الخاصة. النقطة الثالية أو التالية هي النوم، البرنامج الداعم الآخر. عندما نتحدث عن الدواء ونقول أنه برنامج مساند، النوم يعتبر ركيزة أساسية. لا يمكن للبناء الهرمي أن يبنى إلا على قاعدة عريضة مهمتها الأساسية هي استرخاء الدماغ. الدماغ عندما يسترخي ويعيد الشحن بطريقة سليمة عندما يكون النوم ليلا، هذا يعني أن النوم بعد شروق الشمس هو غير محسوب للأطفال. فعادات النوم الحالية، وهذه واحدة من التحديات التي تواجه الأسرة حاليا ومستقبلا، بقاء الطفل نائما إلى فترة ما بعد الظهيرة أو ما بعد العصر في بعض الحالات، هذه هي لا تعطي الدماغ الفرصة الكافية لا للاسترخاء ولا لإعادة الشحن. النوم في مكان غير مريح أو غير هادئ أيضا لا يعطي الدماغ فرصة. لا بد أن يكون النوم في مكان مريح وهادئ. نوم الصالة ما يصلح، نوم الكنبة ما يصلح، نوم الأرض بطريقة عشوائية ما يصلح. يبقى الطفل يتابع التلفزيون أو الأبل تي في أو إلى آخره أو الآيباد حتى ينام، ويستمر الجهاز في العمل أو المحتوى في الصوت أو الصورة أو غيره. قد ينقطع الطفل عن الصورة ولكنه لا ينقطع عن الصوت، الدماغ يبقى يعمل أو على الأقل تصل له رسالة مبهمة. هو يسمع صوت ولا يفهمه، مثار ولكن ما هو المثير؟ كيف يمكن أن أدرك المثير إذا لم أكن لا أعطي المثير واصل؟ المثير موجود دخل إلى الدماغ، ولكن هل يفهم الدماغ في حالة عدم الاستيقاظ أو الفترة ما بين النوم والرقاد والاستيقاظ؟ بالتأكيد لا، وفي حالة من الزعزعة
في حالة من عدم الاستقرار، لا هو بين فاهم أن هذا مثير سمعي يجب أن أفهمه، ولا أنه أنا في حالة هدوء واسترخاء ويجب أن أعيد الشحن وأعيد الجاهزية ليوم جديد. عدد ساعات النوم الكافية بتحقيق الشرطين السابقين، أن تكون ليلا وأن تكون في مكان مريح وهادئ، يجب أن تكون عدد الساعات كافية، وهذه يمكن السؤال عنها باعتبار عمر الطفل هو المحدد الرئيسي. الأطفال من الميلاد إلى سنتين يختلفون عن الأطفال من سنتين إلى 5 سنوات، يختلفون عن الأطفال من 5 إلى 9 سنوات، يختلفون عن المراهقين وكذا بالنسبة للراشدين. هذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ركيزة في إعادة تنظيم الدماغ، نتحدث عن حجر زاوية لا بد لنا أن نضبطه أساساً حتى يخرج أو نخرج بالمخرجات المطلوبة. لا يمكن لنا أن ننتقل بسلاسة ما لم نهيئ أنفسنا وأجسادنا وأدمغتنا لهذا الانتقال السلس. ما زلنا في وضع القاعدة، وضعنا تكلمنا عن حجر الزاوية الأساسي الأول في حال وجود الأدوية أو في حال وجود السبلمنت إذا كانت داعمات غذائية أو دوائية أو غيره، يجب أن نبدأ في ضبطها أو إعادة ضبطها من الآن. عملية النوم أو برنامج النوم يجب أن نبدأ في إعادة تنظيمها من اللحظة، في هذه اللحظة يجب أن نبدأ بإعادة تنظيمها ضمن الاشتراطات التي تحدثنا عنها بالنوم ليلا وفي مكان مريح وهادئ وبعدد ساعات كافي. النقطة الثالثة أو الاستراتيجية الثالثة هي تنظيم الغذاء. خلال فترة الجائحة، لا أريد أن أقول الجميع ولكن الأغلب تخربط غذاء، برامجهم الغذائية تخربطت بطريقة كبيرة جدا. هذه اللخبطة، هذا التغيير، هذه التغييرات كلها أصبحت تحولت إلى نوع من الفوضى، فوضى في المدخلات وفوضى في المخرجات وفوضى في التأثيرات وفوضى حلويات، نشويات، أمور زيوت مهدرجة، مواد ملونة، مواد حافظة. كل هذه الأمور لا بد من إعادة ضبطها. القاعدة الأساسية في البرنامج الغذائي يجب أن تكون البروتينات والمعادن، والبروتينات والمعادن هي ما يحتاجها الطفل وخاصة في مرحلة النمو، مرحلة النمو الجسدي والعقلي، هي القاعدة العريضة. يجب أن يكون تركيزنا على البروتينات والمعادن كأساس ننطلق منه إلى باقي الاحتياجات، كأننا نضع البلوكات أو الحجارة الرئيسية للبناء. منها يمكن أن نتجه إلى مسألة الفيتامينات والمعادن والألياف، لأنها مساعدة ومساعدة بقوة، محفزة للعمليات الأيض ولعمليات البناء ولعمليات الربط وعمليات التسهيل والتبسيط، عمليات الهضم وإلى آخره. الدهون هي واحدة من المواد التي، وخاصة الدهون المشبعة، هي واحدة من المواد التي يمكن أن نستخدمها أو تكون هي جزء من غذائنا، ولكن بشكل محدود وحذر. لماذا؟ لأننا نحتاجها في فترة من الفترات، ويمكن أن نحول بعض الدهون المخزنة إذا كانت موجودة إلى طاقة، أو العكس، يمكن أن نحول بعض الطاقة المكتسبة إلى دهون مخزنة بطريقة أو بأخرى، تحتاج إلى هناك عمليات معقدة في هذا الشأن، وبالتالي الجسم والعقل يصرف كمية من الطاقة أو كمية من السكريات التي نحتاج إلى تفريغها في غالب الأوقات مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. النشويات يجب أن ننظر إليها كسكريات أو نشويات أو كل أنواع السكر، سكروز، فركتوز، كل أنواع السكر الذي يمكن أن يتحول إلى طاقة والذي لا يمكن أن يتحول إلى طاقة، يجب أن ننظر إليها في حدودها الدنيا، كم نحتاج نأخذ احتياجنا فقط.
ما في داعي أن نأخذ أكثر من احتياجنا، لأنه أكثر من احتياجنا لدى الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني خروج عن النص، خروج الجسد عن الوضع الطبيعي، إثارة فوق المعتاد. هناك مثيرين يكون في الغالب لدى الطفل من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، مثيرين أحدهما خارجيا سمعيا بصريا لمسيا حسيا مثير، ومثير آخر داخلي وهو طاقة حيوية متجددة تقود إلى القفز يمنة ويسرة جسديا أو ذهنيا أو حتى في المكان أو حتى بالأفكار بشكل أو بآخر. طيب في هذا الشأن هل هناك أشياء محظورة؟ نعم، محظورات الغذاء وما يجب أن نصل إليه، لا يمكن أن نصل إليه، قد يقول البعض لا يمكن أن نصل إليه، كيف تقول أن هناك صفر مواد ملونة في حين أن كل المأكولات أو المشروبات أو الحلويات التي تقول صفر مواد ملونة هناك نسبة تقرها هيئة الدواء والغذاء عندما تذكر بأنها خالية من المواد الملونة، هناك 0.0001 مثلا، إذا كانت بين هذا الرقم وهذا الرقم فهي توصف بأنها خالية من المواد الملونة. جميل، نحن نسعى إلى الصفر، وصلنا إليه أو لم نصل هذه أمور تتعلق بحياتنا اليومية. هل يوجد في حياتنا الطبيعية أمور خالية من المواد الملونة، خالية من المواد الحافظة، خالية من الزيوت المهدرجة؟ لا، هذه موجودة في أمور كثيرة جداً، حتى المأكولات والمشروبات والمزروعات والخضار والفواكه وحتى ما يوصم بالطبيعي منها أو غير ذلك، لكن يجب أن لا نبحر فيها، يجب أن لا نبحر في مسألة أن لا نهتم بأنها من مكوناتها الرئيسية مواد ملونة، من مكوناتها الرئيسية مواد حافظة. يجب أن لا نبحر في الهامبرجر والجنك فود والمطاعم القلي والشوي وما نراه بأم عيننا من استخدام الزيت لعشرات المرات. يجب أن نهتم في هذه الأمور ونبتعد عنها. لماذا؟ لأن المواد الملونة والمواد الحافظة والزيوت المهدرجة هي مستفزات للجهاز العصبي، مستفزات لجهاز العصبي لدى الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، تجد أثرها فورا تجد الأثر خلال أقل من دقيقة، بثواني، بمجرد أن يأكلها أو يمتصها أو يتعامل معها ستجد الأثر فيها فورا وبطريقة أحيانا تكون عشوائية وأحيانا تكون ضارة جدا. في هذا الجانب نتحدث بداية الآن عن التغيير السلوكي أو الاستراتيجيات السلوكية. ماذا يجب أن نعمل حتى نغير أو نتعامل مع هذا التغيير بطريقة سلسة؟ تحدثنا عن الزوايا الأساسية، موضوع ضبط الدواء، ضبط النوم، وضبط الغذاء، وأنا أجزم بأننا لو ضبطنا هذه الأركان الثلاثة لوضعنا قاعدة قوية جدا للهرم البنائي المعرفي، وبالتالي جاوزنا أكثر من 50-70% من المشكلة. نأتي للتعرف على مهارات التغيير. مهارة مقاومة المقاومة، يجب أن نقاوم مقاومة الأطفال للتغيير. كل الأطفال، كل البشر لديهم مقاومة للتغيير، لديهم نوع أو أكثر من رفض أي تغيير كائنا ما كان، حتى لو كان تغيير إيجابي. فبالتالي يجب أن نضبط هذه المقاومة، يجب أن نوجهها ونتعاون مع الأطفال لكسر حاجز المقاومة حتى ينتقلوا بسلاسة إلى، يعني لا نتماهى معهم في الرفض، في رفض هذه أو تلك، يعني ما أبغى هذه أوكي ممكن نأجلها، بس ما نقول لا ممكن نلغيها. طيب هل ممكن أن أنا لا ما ممكن أجلها الآن، هذا وقتها. يعتمد على المهارة، يعتمد على الموضوع، يعتمد على التغيير، كل هذه أمور مهمة جدا. تعزيز النجاحات، يجب أن لا نطلب من الأطفال القفزة النوعية من 0-100. لا يمكن النقلة النوعية من المنصة إلى الفصل الدراسي بدون مشكلات بسيطة. هناك
بعض المشكلات في بعض الزوايا، إذا تجاوزها الطفل أو تجاوزها جزئيا، إذا استطاع الطفل أن يجلس لمدة 10 إلى 15 دقيقة فهذا جدا رائع. نجاحات يمكن أن أبني عليها، أجمع هذه النجاحات وأعززها، لأن النجاح يعزز النجاح ويولد النجاح بالضرورة. يجب أن أخفف الضغط عن نفسي كمعلم، وعن نفسي كأب، وعن نفسي كأم، وحتى على الطالب. أخفف الضغوط، ما هو مطلوب منك أن تقوم بجهدك لا أن تقوم بالمهمة كاملة. قم بجهدك، فإن أتميت المهمة فهذا فضل من الله، فإن لم تستطع فأنت أنجزت، وهذا الإنجاز نجاح، والنجاح يجب أن يكون إيجابي، ويجب أن يكون معزز بطريقة إيجابية. المهارات الحركية الدقيقة الكبيرة، بعض التمرينات البسيطة داخل الحصة، داخل الفصل الدراسي، بمجرد وقوف الطلاب وجلوسهم، تحريك أقدامهم، تحريك أيديهم، مسك الأشياء، نقلها بطريقة مقصودة، ننتقل نفعل كذا لمدة لا تتجاوز من 5 إلى 15 ثانية. في هذه الفترة أستطيع أن أعيد تركيز الطلاب معي لفترة تتجاوز من 5 إلى 15 دقيقة فقط. أخرج من الموضوع، أقوم ببعض المهارات الحركية الكبيرة كانت أو الدقيقة، بعض مهارات حركات التوازن، أقف على رجل واحدة أو أقف على الرجل الأخرى، أمسك بعض الأشياء وأنقلها ما بين أصابعي، وبالتالي حققت 3 شروط: الخروج عن موضوع الدرس، 2 بعض المهارات الحركية التي فرغت الطاقة، وخاصة الطاقة غير المستخدمة أو الطاقة ما يسمى بالطاقة السلبية، و3 جددت النشاط وعدت الطفل للتركيز على موضوع الدرس مرة أخرى. من مهارات أو استراتيجيات الداعمة أيضا مسألة ربط العلاقات. يجب أن تكون موضوعاتنا مربوطة بعلاقات سابقة تسلسلها منطقي، لا بد أن أرتبط بما هو موجود لدى الأطفال، لا أبدأ بأشياء جديدة. إذا أردت أن أتحدث عن الدائرة فيجب أن أربطها بمعلومة موجودة عنده كالبرتقالة أو التفاحة أو غيره، إذا أردت أن أتحدث عن البرتقالة فيجب أن أربطها بمعلومة هي موجودة عنده كطعم البرتقالة أو رائحتها سبق أن جربها. إذا أردت أن أربطها بالطعم أو بالرائحة أو بالنكهة أو باللون أو بكذا يجب أن أربطها بمعلومة هي سابقة موجودة عنده، لأن الأطفال بدأوا بعض التجارب الأساسية من فترة الطفولة المبكرة. إذا تتذكروا كنا نتكلم في القسم الأول عن المهارات النمائية، كيف تنمو هذه المهارات النمائية؟ هي تراكم خبرات وتراكم سلوك وممارسات، وبالتالي وصلنا إلى حالة من التكامل الحسي. إذا استطعنا أن نستخدم حواسنا 5 أو 6 أو 7 في اتجاه تعزيز هذه المعلومة أو تعزيز هذه المهارة المعرفية، بالتأكيد سنصل أسرع وبشكل أفضل إلى أفضل النتائج بمشيئة الله. كلما كان الربط واقعيا، كلما كانت المادة مرتبطة بالحياة العامة، كلما كانت التجارب أدعى إلى التفاعل مع الدرس. كلما وصلنا إلى حالة من التفهم والفهم الكامل، كلما كان أفضل للطفل وللمعلم. أخي المعلم، أختي المعلمة، إياك أن تعيد شرح نفس الموضوع بنفس الطريقة. حاول أن تنوع، حاول أن تختلف أساليبك، حاول أن تستخدم بعض النقاط أو الأساليب الذي يستخدمها الزملاء، أو حتى تلجأ إلى الزملاء بشكل أو بآخر. نوع في مدخلاتك، لا تقف على سبورة ولا على لوح ولا على لوحة. حاول أن تدير ذاتك وتدير طاقتك بطريقة إيجابية، حاول أن توزع طاقتك على الصف خلال الوقت الدراسي، توازن ما بين الحزم وتوازن ما بين الحدة والشدة واللين. لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن قاسيا فتكسر، بلا إفراط ولا تفريط. ابدأ من الهدف أولا، كلما أثرت الهدف، كلما أثرت
الطفل بأنه سيصل إلى هذا الهدف وأننا سنصل إلى هذه النتيجة وأننا في نهاية الحصة سيكون لدينا هذا المنتج، بالتأكيد سيرتبط معك الطفل أطول فترة ممكنة وبالتالي يستطيع أن يضبط هذا الانتقال بطريقة تساعدك وتساعد على الالتزام والانتظام والجدية في التعامل مع الفصل الدراسي. المنافسة تحقق المتعة، بالتأكيد المنافسة تحقق المتعة والمتعة تحقق التعليم. متعة بلا تعليم بلا متعة لا قيمة له ولا يثبت ولا يرسخ. يجب أن يكون هذا الطفل مستمتع بما يفعله. أكثر شيء يمتع الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه هي المنافسة والمحاولة الوصول بأقصى درجات المنافسة إلى أبعد ما يمكن في التفاعل مع الآخرين وتعلم الهدف. نهاية في هذه النقطة أحب أن أوجه بأن هناك أساليب يجب أن لا يتردد المعلم والأخصائي والأب والأم في استخدامها، منها وأهمها أن يجدد الطاقة ولا يتردد في أي نشاط كائنا ما كان ذكر أو لم يذكر، لا يتردد في عمل هذا النشاط إذا كان يجدد الطاقة الإيجابية لدى الطفل ويجدد التركيز والانتباه والتفاعل. وزع جهدك بطريقة متوازنة، حاول أن تناسق ما بين الزمن المتاح وما بين النتائج المتحققة أو النتائج المطلوب تحقيقها. اطلب الدعم من المتميزين داخل الصف، خارج الصف، من الزملاء، حتى من الأطفال أنفسهم. لا تتردد في طلب الدعم وتأكد تماما أن الجميع سيكون بجوارك ومعك للوصول إلى أفضل النتائج بمشيئة الله، وأولهم ابنك أو بنتك من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. شكرا لكم، نلتقي بمشيئة الله في برامج أخرى ونلتقي على خير. شكرا لمتابعتكم ونأمل أن يكون في هذا البرنامج الكثير من الفائدة والكثير من التغيير الإيجابي. شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج، شكرا لكل من ساعد لإخراج هذا البرنامج، شكرا للجميع، ونلتقي بمشيئة الله في سلسلة قادمة من برامجنا للتوعية والتثقيف حول فرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاعية وكل ما يتعلق بهم من مهارات ومن قوانين وكل ما يتعلق بهم من سلوكيات وأنواع الدعم التي يمكن أن يقدمها المجتمع، مختصين وأفراد في تحقيق أفضل نتائج بمشيئة الله على مستوى المجتمع وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الجوانب السلوكية والمعرفية بحول الله. شكرا للجميع.